مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم إلى هذا المباشر الجديد. كما عودناكم في هذه الفترة نبدأ المواضيع نتاعنا المتعلقة بصحتنا في فترة الصيف، واليوم اخترنا لكم موضوع كنتوا كثار طلبتوه من البرنامج. موضوعنا اليوم هو كيف نحمي البشرة ولا الجلد من أشعة الشمس. نعرفوا أن الشمس عندها فوائد كثيرة ومنافع كثيرة، من بينها أنها تساهم في إبعادنا عن الاكتئاب، وتساهم في هرمون إفراز هرمون السعادة، تعاوننا كذلك في العديد من المشاكل الصحية، هي اللي تساعد على إفراز لفيتامين دي، هي اللي تساعد في تقوية العظام، في الشعر، صحة الشعر، صحة الأظافر، وعندها فوائد ومنافع كثيرة. لكن حذاري، إذا ما عرفناش نتعاملوا مع هذه الشمس راح تكون أخطار كثيرة. من بين هذه المشاكل الصحية اللي تقدر تكون عندنا البقع البنية، هذه اللي تقلق كثير شبابنا، فتياتنا، نسائنا، لكن كاين كذلك أمور أخرى أخطر، ربما السرطانات بمختلف أنواعها. هذه هي المواضيع اللي أنا حابين نتناولوها في برنامجنا اليوم. طبعا كما تعرفوا برنامجنا مباشر، بإمكانكم تتصلوا بنا على الأرقام اللي رايح تظهر أمامكم، ولا تتواصلوا معنا عبر الصفحة. نقولكم نفرح دائما بالتعليق نتاعكم، أني حابة رايحة نلخصها ونعطيها، يعني نعرضها على الضيوف نتاعنا. مرحبا بكم، ومرة أخرى نقول لكم شكرا على الوفاء، شكرا على الاهتمام، وشكرا على الثقة اللي توضعها في برنامجكم إرشادات طبية. بداية خلوني نعرفكم بالضيوف نتاعنا، معظمهم تعرفوهم، مروا في العديد من المرات معنا. فرحانة كثير كثير باستضافة البروفيسور عمر عمر خوجة، مختص في الأمراض الجلدية. مرحبا بك، نقول لك نورتنا. أنا شخصيا يعني فرحانة، البرنامج فرحان، والمتتبعين الأوفياء تاع إرشادات طبية فرحانين بحضورك معنا اليوم. شكرا. مرحبا بك بروفيسور زبيري، كذلك تعودنا عليك، مرحبا، نقول لك نورتينا. أهلا بروفيسور زبيري سميرة، مختصة في الأمراض الجلدية، مرحبا بك. أهلا. مرحبا سيدة حفيظة، مرحبا لكل السادة والسادات المشاهدين. مرحبا. ومعنا كذلك وفرحانة باستضافة الدكتورة حياة بريكي، مختصة في الأمراض الجلدية، مرحبا بك. أهلا. الله يسلمك، مرحبا بكم. أهلا. قبل ما نشوفوا أول روبورتاج، حبيت نجي لك مباشرة بروفيسور عمر خوجة، كنت تكلموا على الشمس، يعني كلنا نعرفوا المنافع نتاعها، وهي منافع كثيرة كما قلت. يعني كي نشوفوا الشمس الإنسان يكون فرحان، تبعد الاكتئاب، تقوي العظام، صحة العظام تاعنا، الكالسيوم، لا فيتامين دي، يعني منافع كثيرة. صح، منافع كثيرة كبيرة، أنا كي قلتيهم كاع تسمى، ولكن حذر. ولكن حذر، وعلاش نقولوا حذر؟ باسكو كل إنسان كيزيد عنده سكون أبل كابيتال سولي، معناتها عنده الآخر الجسم، عنده رصيد، رصيد الجسم تاعو ينجم يحمل في وقت. دونك هذا السميشة هذه هي لي زولترا فيولي أ بي، ودرك نتكلموا على الاخر لا لوميير فيزيبل، دونك الضوء اللي الاخر نشوفوه درك، ماشي كيما بكري. الوغ هذا الكابيتال هذايا قد ما تقعد في السبش قد ما ينقص، وكي ينقص ثم اللي من بعد الربعينات الخمسينات تنجم تكون في خطر، الاضرار تبدا تبان. وكاين درك حنا كاين
واحد اللي عنده مثلا الجلده روجي ما عنده حتى حمايه ضد السميشه هذه. واحد اللي عنده اللون تاع الجلد تاعو افريقي عنده حمايه كبيره ضد مقارنه بالمغرب، ولكن ما يعنيش باللي ما يمرضش. حتى كي يكون عندك اللون افريقي تنجم تمرض، ما راكش محمي يعني، ما راكش محمي 100%. 100%. ولكن واحد اللي ما عندوش الحمايه عنده في اكثر خطر الاخر. مثلا احنا في الجزائر على حساب يعني التجربه نتاعنا، الرقم نتاعنا ما بين 3 و4، ما كاين 1 2 3 4 5 6، احنا ما بين 3 و4، يعني في الوسط. عندنا حمايه بصح ماهيش كافيه. دونك يلزم الانسان ياخذ حذر، كما قلتي عنده السميشه عندها بزاف فايده، ولكن اذا كانت تستعملها بحذر تكون غير الفايده. اذا تستعملها ما تعرفش كيفاش تتعامل مع الشمس راح تكون عندك خطر كبير. الحالي هذيك ما يبانلكش كل دي من بعد الوقت 30 40 سنه يبداو. دونك هذاك اللي يدي وليدو عنده اقل من عامين يديه للبحر، ما هو غلط. غلط، خطر الشمس حتى كي تضرب في الرمل تعاود تطلع. مام كي يكون تحت الباراشوت. في العديد من المرات نشوفوا يعني العائلات نتاعنا، وكنا تكلمنا عليها بروفيسور عمر خوجه، لي بيبي لي مامو هكذا كيديه يخليه تحت الشمس ما عندوش حمايه. وقلناها في العديد من المرات، الاطفال صغار ما نقدروش ندوهم للبحر ونعرضوهم لاشعه الشمس، يعني طول النهار هما تحت الشمس. حتى كيما يكونش كي يكون اكثر من عامين 4 5 6 7 ما لازمش يتحرك. هذاك الكود سولاي يأثر كثير على الاخر. على شكرا على الصوره هذه. هذا اللي انا حابين يعني انت ما دبك حتى هادو هم لابسين ومحميين ما يكونوش في البحر هذا الوقت تحت العامين. لا لا، وعندك وقت ثاني في النهار نعرفوه كاع ما بين رايحين نفسروا فيه اكثر. معليش ما لازمش يعني الدراري يروحوا للبحر، ولكن ما نحرقولهمش الكابيتال هذا اللي تتكلم لنا عليه يعني منذ الصغر، عزيز بزاف في المستقبل نحاضروا عليه. بروفيسور زبيري يعني تكلم لنا البروفيسور عمر خوجه مليح على المنافع، وحنقول الناس كلها تعرف هاد المنافع تاع الشمس، حتى يعني في فتره الصيف تشوفي الناس فرحانه مرتاحه مبتهجه، يعني هذيك لا ديبريسيون والاكتئاب اللي ناتجين على نقص الضوء ولا نقص الشمس ما يكونش. لكن كما راكو تقولوا لنا في العديد من المرات، حذاري، نحاضروا على البشره تاعنا، ما نعرضوش نفوسنا للخطر. وان الخطر انا مدابيه تبدأ تتكلم لنا عليه، المنافع تكلمناهم، لكن الخطر ربما اول شيء يتبادر لدهني الشيخوخه المبكره. بالطبع اللي رانا اليوم كلنا نتكلموا عليها، والناس يعني راكي تشوفي يعني لو باغيت هذاك شحال ولا عنده اهميه كبيره. يعني الشمس ضروريه لحياتنا، ما نقدروش نعيشوا بلا ما نتعرضوا لاشعه الشمس. ولازم تكون عندنا الهدف من هذه الصحه سلوكيات كيفاش نتعاملوا مع الشمس، لانه جميل جدا نروح نقعد في حديقه في الهواء الطلق، شكون ما يحبش هذا يعيش هذا الوقت هذا، ولا يروح للبحر ولا يدير دي فاكونس، نقدروا نديروهم، لكن لازم نتعلموا تكون عندنا تربيه ان ادوكاسيون سولير سلوكيات خلال فصل الصيف وخلال مدار السنه، مدار طيله السنه، طوله السنه وبالكثره في فصل الصيف. يعني نعرفوا كي نجي خارجه الوقت اللي نخرج فيه، نسي ننظم الوقت تاعي، الوقت اللي نخرج فيه وقتاش نخرج، وفي فصل الصيف تكون عندي سلوكيات على شاطئ البحر كيفاش نتعامل مع هذه الشمس. يعني الهدف تاع هذه الصحه هو هذه السلوكيات مع الشمس. منافع راكي ذكرتيهم بالطبع، لكن هناك اضرار. كاين اضرار راح تكون توت سويت بعد ليكسبوزيسيون سولير، لكن ممكن نطرقوا على هذه الشيخوخه المبكره. يعني الشيخوخه امر لا مفر منه، كل البشره راح تعرض للشيخوخه. كاين عوامل وراثيه تدخل في الشيخوخه، وكاين عوامل خارجيه، التدخين، عوامل اخرى، لكن الشمس عندها دور كبير في هذه الشيخوخه. لما نقارنوا واحد مثلا فلاح يخدم في مزرعه حياته كامل هو يخدم تحت الشمس، وواحد خدم في مكتب، كي نشوفوهم البشره تاعهم ماشي كيف كيف. علاش؟ خاطر هذاك الفلاح كان متعرض لفترات طويله ومستمره لاشعه الشمس. هذه الشيخوخة المبكرة وشنو؟ يعني راح تبان على البشرة الشيخوخة في سن قبل من وقتها. قبل من وقتها الجلد تاعنا فيه ألياف يسموها الكولاجين، الكولاجين هذا هو اللي يعطي المرونة تاع الجلد، يبان الجلد ممتلئ، لكن هذوك الأشعة الفوق البنفسجية
راح تؤدي إتلاف هذاك الكولاجين والإلاستين تاع الجلد تاعنا. لما تروح الكولاجين تبدأ تبان التجاعيد، مع الوقت تكون رقيقة حول العينين حول الفم، مع الوقت تولي التجاعيد عميقة أكثر. تولي عميقة، الجلد المظهر تاعه يتغير يولي خشين، الملمس تاعه يولي حرش، وتظهر كذلك بقع داكنة. مثلا نشوفوا في مثلا المهن اللي يخدموا برا كما قلت لك فلاح مزارع صياد، ولا شوفوا مثلا الرقبة تاعهم هنايا ولا الجلد تاعهم نشوفوه خشين وفيه تجاعيد عميقة جدا. هذه يسموه دايغ نسموه الفوتو فييسمون، يسموه الشيخوخة الضوئية، التشيخ الضوئي نتيجة للتعرض المستمر لأشعة الشمس. هذه من بين الأضرار تاع أشعة الشمس. نعم، على هذيك رانا نتكلموا ونعاودوا، الشمس عندها منافع، لكن نعاود نقول لكم حذري، لازم نعرفوا كيفاش نتعاملوا دكتورة بريكي مع هذه الشمس. يعني الشمس ديجا كما قال الأستاذ بروفيسور عمر خوجة، عندنا فترة اللي كيما كيكونوا في البحر، حنا نهضروا على الموسم الصيفة اللي ما حد ما يتعرضش ليها عند 10 و 4 تاع العشية. هذه أطفالنا سورتو نحميوهم، هذه الحاجة يعني الحاجة الأولى، الحماية تكون بالعدم التعرض المباشر، تكون بالحماية الفيستيمونتير بالألبسة اللباس اللي يلزم. وحنا كاين يعني كاين بعض المرضى كيجوا يقول لك أنايا نلبس هذا الفولار ولا نلبس، يعني انا هي بوغيل راهي ماشي حيتقيس الشمس، تلبس العجار ولا يلبسوا لو ماسك، ولا ندير لو ماسك ونخرج طبيبه صافي ماشي حيتقيسني الشمس. هذا خطا، اشعه الشمس تختارك اللباس. كاين البسه اللي يكون يعني النسيج تاعها يكون بزاف محكوم، هذوك اللي ما يعني وين يكونوا الحمايه تكون اكثر فيهم. من معظم الالبسه اللي انا نلبسوهم الشمس تختارق يعني هذا اللباس. والحاجة المهمة يعني بالك حنطرقوا ليها من بعد هي الواقي الشمس، حنتكلموا كثير كثير عليه. نعم، اللي ما لازمش تكون يعني جميع واحد يقول باللي هي حماية 100%. نعم، حيت كاين بزاف الناس صوتو يعني حنا الفئة هذه الشريحة تاع النساء تقول لك انا كي ندير الواقي الشمس تاعي ونخرج للشمس راني محمية. ديروا خطرة في النهار كيفاش راكي ديريه وكيفاش رانا نديرو هذاك الواقي، يعني هذاك لوتوب بالك تشريه يكون الثمن تاعو ما يقولك غالي ويحمي مليح، ولكن دير خطره في النهار وهذاك لوتوب تلقايها تاع العنيفه تستعملوها تجي تستعملوا العام الجاي. كيفاش رانا نديرو هذاك الواقي، على هذاك اللي راح نتكلموا كثير كثير على هاد الحمايه. واش رايكم بدايه قبل ما نواصلوا دائما النقاش حول موضوع كيف نحمي البشره تاعنا من اشعه الشمس، كان عندنا تغطيه بروفيسور زبيدة، كنت نظمت يوم تحسيسي هام كثير، كنا تنقلنا جينا تلاقينا معكم مع الفريق الطبي نتاعكم اللي كنتوا يعني درتوا هذا اليوم التحسيسي، قامت بالتغطية زميلتنا مريم زروقي. نشوفوا مع بعض ونعاودوا نرجعوا لمواصلة النقاش، نتبعوا مع بعض. شعار كيف نحمي بشرتنا من أشعة الشمس، انطلقت الحملة التحسيسية حول مخاطر التعرض إلى أشعة الشمس التي نظمها قسم مصلحة الأمراض الجلدية للمستشفى الجامعي مصطفى. أنا هذه الأيام تحسيسية نرحبوا بها ونرحبوا بالدعوة تاع مصلحة الجلد لمستشفى مصطفى باشا الجامعي، لأنه هذا اليوم تحسيسي يبين خطورة الشمس وخاصة الأشعة الفوق بنفسجية. هذه حملة مليحة يعني أنا فرحت كي مشت الغاشي دايرين هكذايا، قلت يعني يزم يكروها مش غير هنا، يكروها في كل أماكن ماشي غير الجزائر العاصمة. هذه الحملة نوع من تحسيس المواطن من المخاطر الصحية، وجوب أن تكون هذه الحملات ليس في المدن الحضارية كحاليا، وإنما تكون الأحسن المراكز هذه الحملات أن تكون على شاطئ البحر. كنا جايزين هنا باغازار، شفنا بلي كاين حملة تحسيسية حول الوقاية على الشمس على البشرة. الجميع يحب الشمس، فهي تعدل المزاج وتمنح الجسم الطاقة التي تسمح له بإنتاج فيتامين دي، ولكن التعرض المفرط لها ممكن أن يسبب الضرر على البشرة. البشرة في فصل الصيف لازم نحميوها من أشعة الشمس. هذه كيف نحمي البشرة من أشعة الشمس؟ لازم حماية فيزيائية، لازم حماية بالملابس، ما نلبسوش ملابس اللي يعرضوا مساحة كبيرة من البشرة ديالنا لأشعة الشمس. دو بريفيرونس لي شابو، لازم نديروا لي شابو خير من لا كاسكيت، باسكو لي شابو يحمي توت كامل المساحة، ميم
امام الرقبه، يعني اطفال ثاني لازم نلبسوا لهم في البحر، شفتوا خاصه في البحر لازم نلبسوا لهم ملابس اللي تحميهم تحميهم من اشعه الشمس. دي مايو دوكا حاليا عم يتباعوا دي مايو اللي يكونوا بلي مونش، سي دي مايو يسموهم لي مايو اونتي يو في، بلي مونش مغلوقين منا افيك دي سيكليست مغلوقين، دونك ما يعرضوش بزاف البشره تاعهم لاشعه الشمس. دونك هاد لي زونفون ما راحش يديروا دي كوت سولي، ما راحش يديروا ضربات الشمس. هضرنا على الحمايه الفيزيائيه، دوكا نهضروا على الحمايه الكيميائيه. الحمايه الكيميائيه لازم نديروا واقي الشمسي، وهاد لاكريم لازم نابليكيو كميه كافيه على الوجه على الجسم كل المناطق اللي راهي معرضه لاشعه الشمس، ماشي مره في اليوم، لازم يتعاود هاد لي كونسولير شاك دوزور، كل زوج سوايع لازم يتعاود. وكيكونوا في البحر ابري شاك بنيات، مور ما يدخل واحد البحر يعاود يخرج يعاود يابليكي لي كونسولير ديالو. أطفال القمر أو مرض متلازمة جفاف الجلد بحاجة إلى عناية خاصة نظراً لحساسيتهم الشديدة لأشعة الشمس. رئيسة جمعية سعادة أطفال القمر كانت حاضرة في اليوم التحسيسي حول مخاطر الشمس على البشرة. بحكم أن احنا جمعيتنا تهتم بأطفال القمر اللي معروفين اللي عندهم مصابين بالزيرو ديرما بيغمونتازيون والمسمى بجفاف الجلد المستبر، اللي عندهم حساسيه مفرطه للاشعه فوق بنفسجيه، يعني هاد الاطفال ما لازمش يخرجوا في الشمس بدون حمايه. دونك نقاط سلبيه انه هاد الناس المرض يقدروا هما ثاني يطوروا سرطانات الجلد كباقي المرضى اللي عندهم هاد كيك كما اطفال القمر. عطاونا ارشادات، قالوا لنا واش لازم نديروا، نشربوا الماء، نديروا واقي الشمس، نلبسوا دي شابو فوالا، و نسيو ما نقعدوش في الشمس ديريكت. حمايه تكون انها يطبقوا هذاك الكريمات المضاده للشمس كل ساعتين كل ثلاث سوايع، اذا كانوا يعملوا على برا، خاصه الناس اللي تعمل على برا عندها ديما لازم تخدم برا، لازم كل زوج سوايع يديروا هاد الكريمات، لازم يلبسوا نظارات شمسيه، لازم يلبسوا قبعات عريضه. خذوا حذركم، الصحه ان شاء الله للجميع والوقايه خير من العلاج. شكرا لمريم زروقي والانيس الكحل. شفتي بروفيسور زبيري كان استحسان كثير كبير للمواطنين، عجبهم الحال وقال لك لازم تكررونا هذه المبادرات. بالفعل يعني هذا اليوم التحسيسي نظمناه على ابواب موسم الاصطياف باش نفهموا المواطن يعني كيفاش يتعامل مع اشعه الشمس، وكان اقبال تاع المواطنين. نعم. وتساؤلات واهتمام وتساؤلات، وكل الفريق كان موجود، كان عندنا يعني دي بروسبكتوس قدمنا لهم النصائح وقدمنا لهم احتكاك مع المواطنين، احتكاك وتساؤلات يعني، وكانت مفيده جدا انه طلباتهم انه نعاودوا هذه الحملات في عده مناطق في التراب الوطني لتحسيس ان شاء الله فيه. ان شاء الله بروفيسور عمر خوجا كاين تكلموا على البشره وحمايتها، يتبادر للذهن تاع المشاهدين تاعنا يقول لك فتره يعني نتكلموا على البحر، حنا ماش نتكلموا فقط على الشاطئ الوقايه تاع البشره تاعنا فقط في الشاطئ، قال ندير ليكرون ندير الباراسول، لكن طيلة السنة لأنه بلدنا بلد مشمس لازم الإنسان يعرف يتعامل مع هذه الشمس. ذاك الإنسان اللي يخدم برا يخدم مثلا برا، والانسان اللي يخدم في المكتب ماهيش نفس الشيء، ماشي كيف الانسان اللي يمشي في السياره واللي يمشي الانسان اللي يمشي على رجليه ماشي كيف. دونك كاين اللي يتعرض على الشمس طول النهار، وكاين اللي يتعرض على الشمس خمس دقائق في النهار. اللي يتعرض على الشمس كل نهار يلزم له حمايه كل نهار. والحمايه كل نهار بعد لي زيكرون لازم الاخر المواطن يفهم بلي ليكرون كي يديروا ما راش رايح يحكم طول النهار، و100% راه محمي، ما كاش حمايه، ما كاش يعني حمايه 100% وما يحكمش فوق الجلد طول النهار، يتنحى مع العرق مع يعني كاين كثير من الفتيات تقول لك درتو كي جيت خارجه من الدار حتى تدخل البيت، هذا ما كي دايره والو. هم مسيو مدام يا سيدي يا سيده، اذا كانت تخرجي للشمس تروحي تقضي تروحي للاخر المارشي ولا يلزم كل ساعتين تجديد تعاودي جدي الاخر هذاك ليكرون. كي تروح البحر
لازم تفهم ثاني كي تروح للبحر كي تدخل في الماء تخرج فيه خلاص ليكرو هذاك وتنحى. دونك كاين بعد بعد المخابير يقول لك ليكرو تاعي يبقى طول النهار ما كاش بلس 50 بلس مانيش عارفه شحال ما كاش منها ليكرو تدخل الماء تخرج ولا تعرق مثلا تمشي في الطريق تكون سميشه كبيره وتعرق او ليكرو راح دونك لازم تعاود تستعمل بليكرو. ومانيش عارفه اللي توافقني بروفيسور عمر خوجه يقول لك لا ميور بروتيكسيون سي المظله وسي اللباس. حنا يعني كانت كلمتنا بروفيسور زبيري على الفلاح الفلاحين يعرفوا يحميوا روحهم ما تلقاش فلاح ماشي لابس يعني طويل وفضفاض ودار له شابو يعني المظله هذيك اللي تحمي مليح خير من الكاسكيت وخير يعني من يعني حتحمي له كامل الوجه الرقبه تاعو ولا بكري ما كاش الاخر القوري يدير الشابو حنا نديرو المظله دونك رانا مختلفين في هذا الاخر ولكن المظله تحمي احسن هذه رانا متفقين فيها ومتاكدين 100% والقماش هما القماش تاع القطن نوي لو كوتون ماي سيغي لازم يكون مخدوم مزير باش السميشه ما تجوش غير القطن اللي يحمي حقيقه ضد الاخر الاشعه. نواصل مع كل الالوان كان اللي يقول لك لازم تكون الالوان فاتحه كان اللي يقول لك غامقه انا متفقين المظله لباس يكون فضفاض اللون فاتح داكن اللون لازم يكون كلير خاطر يعاود الاخر السميشه ما تدخلش لي تيسو نوار ابسورب لي غيون دو سولاي دونك لازم دائما حاجه بيضاء مثلا هي الاحسن فاتحه دائما احسن باش تحمي ضد السمش. القطن بيض وبون لازم يدير الاخر تيشيرت ماهوش هذاك المفتوح كاع ما عنده حتى فايده نعم واضح. دكتوره كنت تكلمتي لنا قلتي لنا يقول لك انا درت ليكرون وشريت اون بون مارك وشريته غالي راني محميه لكن ما نجبدش تاع العام اللي فات واللي بقى لي من الصيف اللي فات وراه في الفريجيدار ومفتوح ويتعرض للهواء لازم نعرفوا انه كي تفتح خلاص تروح المفعول تاعو والفعاليه تاعو تنقص مع الوقت يسبيغي هما يشوفوا على لا دات على لا دات ما يشوفوش لا دات فهمينا يعني لو سمحتي ما يشوفوش على لا دات توبيرونسون اللي هو ديجا لو فات كي تفتح خلاص البرودوي يكون الكونتاكت مع الهواء ديجا الحاجه الاولى ديجا الكونتاكت مع الهواء هي الاكسده تاع سيغتان برودوي كاين دخول تاع الجراثيم باسكو سي انا نستعملو نغلقو ونفتحو نغلقو نديرو بيدينا الجراثيم ما يدخلو من بعد نعشو كاين تقول لك انا درت ليكرون توتال تاعي ندي الحب بون كاين الحساسيه هذيك وحدها ولا كاين يعني جراثيم يدخلو في البشره تاعنا ويخلي هذاك الحب يخرج كاين فتيات هذوك نهضروا عليهم هي كي تقول لك نشح على ليكرون تاعي ندير ومن بعد تستعمل موراها تستعمل ان فون دو تان دونك تستعمل لو ماكياج تاعها دونك دير ليكرون توتال تزيد لو ماكياج وتخرج هي تقول لك نعجز نعاود ندير الفون دو تان باسكو لازم نحي هذا بلوتو نعجز باش ندير ليكرون دو تان باسكو لازم نحي الفون دو تان تاعي خدمه يعني هذا ولا هذا صحيح ندير ليكرون ندير فوق الفون دو تان نعرفوا بلي الفون دو تان حيماسكي لك كامل الوجه تاعي ماسكي الوجه ويولي كوم سي حد ديري انوندوي ديري بلاطر في وجهك البشره تاعنا ما تتنفسش دوكا كاين في الاسواق كاين واقي الشمس دونك دي كريم تنتي كاين يعني واحد لي زيد واحد الافكار راهي تدور بين الناس يقول لك بلي لا كي تكون تنتي يكون المفعول تاعو اقل وماشي مليح بارابور ان ايكرون توتال كي ني با تنتي يعني انفيزيبل هي انا نفس المفعول عندك برك هذيك زادوا لها لا تنت هذيك باش تقوي يعني من الاحسن دير ليكرون توتال تاعها تنتي يعني بوغ الفتيات اللي مالفين يديروا الفون دو تان كنت تستعمل الفون دو تان تاعك تاعها من الفوق تزيد تغم لابو تاعها اكثر تزيد دير الحب تزيد دير والليكرون توتال يخلص الصيف تكمل خلاص ما يقعدلكش خلاص الصلاحيه تاعو حتى لو كان مازال حتى 2027 ولا خلاص هذه تفتحوا خلاص نعم البروبليم تاع لي زيكرون هذوك دايوغ كاع لي بريباراسيون سا ديبون دو لا كونسيستونس كاين فلويد كاين كريم اكسترا دونك كي تفتح كي تنحي هذاك الاخر لو بوشون وتخليه باسكو هذوما كاع سي دي ميديكامون كي اون ستابيليتي وي دونك يسون ستابل بوندون سيغتان تون من بعد وقت 3 شهور 4 شهور 5 شهور هذيك لا ستابيليتي تاعهم تروح تنقص والفعاليه تاعهم تروح مع هذا لا ستابيليتي دونك لازم
تكون كي يقول لك مثلا 15 يوم شي 15 يوم نعم. ما تزيدش اكثر خاطرك شو من بعد يولي الحاجه الاولى سي الفعاليه اللي وحتى يعني لا دات دو بيرمونسون مازال خلاص راك حليتها خلاص تحسبي ملي حليتها. ثانيا شكرا على الصور. هي دي زيتود اللي الاخر اللي وراونا باللي كاين مرا تحب دير فون دو تا وتحب دير ليكرون يعني سني با كونتراديكتوار عندك دير حاجات ما بيناتهم تخلي ربع ساعة ربع ساعة باش دير واحد ومن بعد تزيد الاخر الاوردر اللي تحب كيما حبيت ولكن يلزم ربع ساعة ابيبر هكذا يا لي ديرنيير ريكومونداسيون هادو هما اللي راهم يمدوا. لا داكو لانه هذا السؤال يجيب كثرة تاع الفون دو تان اي ليكرون باسكو نقدر نستعملهم في زوج وي وقت تاع ربع ساعة ماشي كبيرة قبل ما دير واضح. نبداو نتكلموا قبل ما نلحقوا للسرطانات حبيت نتكلم على لي تاج لي موتيف دو كونسلتاسيون كبير كبير كامل في المصالح نتاعكم يعني حاجه اللي تقلق بكثره هذوك لي تاج برون واللي يزيدوا يقساحوا ولا يكثروا مع الشمس بروفيسور زوبيري. لانه كي نتعرضوا لاشعه الشمس كيفاش تكون نشوفوا هكذا مثلا هادو سي تصبغات جلديه تصبغ. كيفاش تكون رده الفعل تاع الجلد تاعنا راح ينتج الميلانين. الميلانين هذه اللي تعطي اللون تاع البشره وهي اللي تعطي هذاك الاسمرار هذاك. دونك لما يتعرضوا بزاف لاشعه الشمس يصراو افرازات للميلانين قد تكون هكذا في بلايص برك ماشي ان برونزاج تعطي التصبغات الجلديه. لو كاين انواع تاع التصبغات الجلديه كاين هذاك النمش النمش اللي يجوا بقع صغيره هكذايا عندنا صور تاع النمش دوك نشوفوها بقع صغيره نعم. بنيه هكذا تظهر في تقدر تظهر في الوجه تقدر تظهر في اليدين دي فوا كاين نشوفوا كاين واحد عنده ظهره كامل في هذوك النمش هذوك النمش نعم هذوك نتيجه تعرض لاشعه الشمس مثلا ضربات ضربات الشمس في الطفوله ولا المراهقه تعطيها دوك النمش. نشوفوا عند النساء في الظهر تاع اليدين يظهر بقع داكنه بنيه على اليدين ولا الوجه ولا اي منطقه نعم. معرضه للوجه. شوفوا الصور لو سمحتم زملائي تاع اليدين تاع النمش في الوجه وهذا كاين نوع اخر من النمش اللي يظهر عند الاطفال هذه حاجه واحده اخرى ماناش نهضروا على النمش تاع الاطفال هذا النمش هذا اللي يظهر نتيجه التعرض لاشعه الشمس. كاين الكلف هذايا اللي هو تصبغ جلدي يظهر عند النساء يظهر ممكن يظهر في الانف في الجبهه في على الخدود تاع المراه وهذايا يقصح في فتره الصيف كي المراه تتعرض لاشعه الشمس في الصيف يزيد يولي اكثر بني ولا اكثر يعني اللون تاعو اكثر اسمرار وهذا عنده تاثير على سقط النساء من الناحيه النفسيه من الناحيه الجماليه نعم يأثر كثير النساء عنده تاثير كبير لانه المظهر هذايا لهذا حنايا العلاج تاعو نقول لهم بلي العلاج تاعو ماهوش سحري ما يروحش هذا التصبغ الجلدي في اسبوع ولا في 10 ايام ولا في شهر ياخذ وقت باش يروح ولهذا لازم الواقي الشمسي في هذه الحاله مهم لانه كاين بزاف النساء يقول لك راني نديرو بصح ما دار لي والو هذاك الواقي الشمسي ماشي باش ينحيه هذاك الواقي الشمسي باش ما يزيدش يولي بلو فونسي وكذلك نبهوا على هذوك الخلطات اللي يستعملوهم اللي باش ينحوا التصبغات الجلديه هذوك الخلطات واش راح يديروا راح يديروا التهاب في الجلد وهذاك الالتهاب مع التعرض تاع الشمس راح يزيد في لا كولور هذيك تاع التصبغ الجلدي لهذا التصبغات الجلديه ندوها عند طبيب الجلد هو اللي يعرف واش يعطي الكريمات المفتحه للبشره والواقي الشمسي ونتجنبوا هذه الخلطات هذه اللي ما على بالناش المكون تاعها ما على بالناش المكون تاعها ممكن دير التهاب راح يزيد لنا الامر تفاقما تاع هذه التصبغات الجلديه. نعم كاين كذلك اسئله كثيره تقول لك هل لو لازير يعاون يعني في هذا النمش ولا في هذه التصبغات؟ لا ماجوريتي تاع اللي يديروا لازير يقول لك في الميلازما ولا في الكلوزما ما كاش نتيجه يعني مليحه مليحه في التصبغات الجلديه يعني ممكن تروح للمختص اللي يدير اللايزر يسيلها مساحه صغيره من الكلف هذاك وتشوف النتيجه تاعها. نعم هذا فيما يخص يعني بدينا بهاد النمش ولا هاد البقع البنية لكما قلنا من الناحية النفسية يعني كاين صعوبة عند الفتيات وحتى عند الشباب اليوم يعني ما يتقبلوهمش دكتورة بريكي. شوفي يعني مرأة ولا فتاة ولا اللي تخرج بال والوجه نقابلوا به البشرة تاعنا نقابلوا بها فيترينا ويعني صح يعني يكون فيها مشكل بسيكولوجي تجي يعني في حالة نفسية سيئة تجي عندنا في العيادة يعني باش تجي تداوي
تقول لك ما نحملش روحي نشوف في المرايا وكي نخرج وشبه وجهك وشبه وجهك. كاين درجات، كاين يعني شويه بابوقا، وكاين يعني دي فيريتابل ماسك كحل سورتو بول النساء ولا يعني الاشخاص اللي عندهم البشره الداكنه، يعني فوتوتيب يعني اللي يكون بين 3 4 حتى الفوق وين هي ديجا البشره تاعها داكنه ويزيد يبان. فتيحه لو سمحتوا من الصور، فتيحه ولا القمان من فضلكم الصور، يزيد دير هذاك لو ماسك تاعها تاع تاع الميلاسما هذاك، يعني التصبغ هذاك يزيد يبان اكثر واكثر. وكاين اللي عندهم طبيعه كيما قلتي ما يروحوش عند اطباء تاع الجلد، يروحوا يعني من لي كونساي منو من ينوضوا يبداو يحكوه ولا كاين لو غوماج بالك غوماج كاين دي فوا يبران ميم يفون فريمون دي غوماج انتنسيف كما قالت البروفيسور زبيري، يسرى التهاب و تو سكي روج فلابو يتحول يولي مارون، يعني بلوس تكون البشره داكنه بلوس هذاك الاحمرار اللي يكون في البشره حيولي اونكور. يعني ما تنصحيش بهذاك لو غوماج واحد يروح يحك وجهه ولا يكيسو باش يقول لك نحي كامل هذاك البقع؟ كاين كاين طرق، يعني كاين دي تريتمون اللي نديروهم تفتيح البشره، كاين اللي يحبوا يديروا التقشير الكيميائي هذاك، يقول لك انا جيت باش ندير التقشير الكيميائي باسكو تحسبهم كي دير التقشير الكيميائي هذيك الدقيقه حيروح لها هذوك التصبغات، يروح مده يعني مؤقته ويعاود يولي يعني فو هي تريتمون. كاين تريتمون اللي يندا وكاين تريتمون اللي تكمل به باش ما يعاودوش يولوا لها، ولا ما يولوا لها بيولوا لها بدرجه اقل. بيان سور الحمايه من الشمس يعني هي تكون في الـ في الـ في الـ يعني الكونساي نيميرو 1. دوك انا ديري قولها ديري كامل هادو لي تريتمون، انت راكي تتعرضي في تبدا تريتمون في الصيف في جوان بعد جويه وتروح تتعرض للشمس، ما يكون حتى مفعول لهذوك الادويه يعني لهذاك العلاج اللي ندار، يعني الوقايه تاع الشمس يعني هي اللي نحطوها في المرتبه الاولى ويجي العلاج. يبقاو هاد لي طاش قبل ما نبداو نتكلموا على السرطان هذا النمش ولا بروفيسور عمر خوجه من يعني لا كونسلتاسيون، يعني بالك معظم الحالات اللي يجيو يجيو على هذا السبب. وي نحب نقولوا شويه على بروتيكسيون سولير هذا باسكو نتكلموا على لي زيكرون. زيكرون 50 بلس هي هو الماكسيموم 50 بلس ما كاش اكثر، ولكن بعض المعلومات خرجوا في هذا العام مؤخرا كنت حاب نسالكم عليهم. وي نقول لك بون وي لازم دير هذا الاخر لي زيكرون هذو، ولكن دوك راهم يديروا لا بروتيكسيون سيستيميك، تسمى تشرب دواء. دواء شنو هو؟ لا فيتامين سي، لا فيتامين اي، لا فيتامين دي، الاخر لي بوليفينول، وهذوما كاع عندهم فعاليه يزيدوا يعاونوا هذاك ليكرون باش يكون اكثر فعاليه. يكون اكثر فعاليه دونك هذه مدروسه، هذه ماهيش يعني كلام برك هكا الناس قالوها ولا، هذه مدروسه ومنشوره. دونك لا بروتيكسيون لا ميور بروتيكسيون برك ضد السميشه سي لوكال بلس سيستيميك. دونك لازم نديرو دوك واحد اللي نعطيلو مثلا نشوف كيما قالت بريكي 3-4، حنا عندنا بزاف لي 3-4 هادو هما اللي ياخذوا بزاف التلون نتاع الجلد. دونك لازم ندير لهم بروتيكسيون لوكال بلس بروتيكسيون بار فوا جينيرال. لازم تعطي راهي تندار هذه ولا مازال ولا بدات؟ قليلة نظن عندنا. وي نقولها بارتير دو ميتنو لازم تندار باسكو الاخر بعد المعلومات الاخر نشروها السنه دونك فيها فعاليه سي سور اي سيغتان. دونك نشوفوا الصور تاع لي زيكرون لو سمحتم. يفو اسوسي دونك يفو اسوسي بروتيكسيون لوكال بروتيكسيون بار فوا سيستيميك داكور. نعم شكرا على الصوره. يعني لانه اليوم كما قلت كل الابحاث تقول ما كاينش بروتيكسيون فوق 50 ما كاينش منها، وما راناش محميين 100% 50 بلس هو الرقم يعني الماكسيموم 50 بلس، ولكن الحمايه تاع 50 بلس 98% 98% دو بروتيكسيون. هو المشكل تاع لي زيكرون سي شحال راك رايح تحط فوق وجهك مثلا، هما كيديروا الاخر في المخبر يفون ليكسبيريونس عندهم اون كونتيتي ديكرون كي تري امبورطون سكون في جامي دون على هذه الدرجه. يعني حنا كي نديروا نشحوا ما نديروش واش لازم باش يشد لنا. وي دونك دون لا في ريال ما نديروش كيما يديروا هما في المخبر. شحال لازم بروفيسور مثلا الكميه هكذا يعني نديروا مليح الوجه؟ 1 سنتيمتر كاري
يعني نكمل اليوتيوب في الابليكاسيون فوالا وي سي بور سا لي الحمايه وحدها بالاخر بلي ذكرى ما تكفيش دونك نزيدوا لها الحمايه هذه افيك الاخر en donnant de la vitamine C, la vitamine E, la vitamine D, etc. زيد تعطينا فعالية أكثر. أكثر. وتكلمنا على الشاطئ، تكلمنا الإنسان اللي يروح العمل اللي يشتغل برا واللي يشتغل داخل قلنا ماشي كيف كيف في السيارة كذلك لازم نحميو روحنا. نردوا بالنا لأن ما نتكلموش كثير على السيارات الناس اللي يتنقلوا كثير لكن لازم لهم حماية. اللي يتنقل الصباح وتكون السمش مقابلة. مقابلته. 100% كي اللي راه برا كيف كيف. نعم. كاين اللي يقول لك الاخر الاخر السميشه ما تفوتش على جال لي باربريز ميم كي يكون عنده ان باربريز سبيسيال كمان كاين حاجه اللي تجوز تفوت نلحقوا للسرطانات بروفيسور زوبيري يعني في كل عام نحبوا نتكلموا عليهم على الخانات اللي يبداو يغيروا في اللون تاعهم في الشكل تاعهم شكرا لنا على هذه الصوره هذه هنايا تبين لنا مليح لانه كثير من الناس ما يعرفوش واللي عندهم خاصه اللي عندهم خانات بزاف لازم نعسوهم يعني احنا كي نتعرضوا لاشعه الشمس هذيك الاشعه تحدث تلف في الخلايا تاعنا لكن حنايا عندنا قابليه الجسم تاعنا يقدر يعاود يصلح هذيك الخلايا نعم وهذيك القابليه للدفاع عن انفسنا من هذه الخلايا السرطانيه تتاثر بالنوع التغذيه تاعنا التدخين تتاثر بنمط الحياه الرياضه نسبه القلق هذو كاع عوامل دفاع ضد السرطان لكن كاين عامل تاع الإكسبوزيسيون الإفراط في التعرض لأشعة الشمس لأنه لما نكون تحت أشعة الشمس بإفراط هذا يزيد في احتمال سرطان الجلد بالدليل أنه الدول اللي عندها مثلا أستراليا عندها نسبة التعرض لسرطان الجلد أكثر بسبب الشمس في, في, في أستراليا تتكلمي على الميلانوما سرطانات الجلد هذه هي تكاثر للخلايا الجلد بطريقة عشوائية كاين انواع تاع سرطانات الجلد كاين سرطان الخلايا الحرشوفيه اللي هو الكارسينوم ايبيداموييد سرطان الخلايا القاعديه اللي هو الكارسينوم بازو سيلولير والميلانوما هذه السرطانات ممكن تظهر على اي مكان في الجسم لكن الاماكن المعرضه لاشعه الشمس الوجه نحب ننبه كذلك على الحبة اللي تكون ظاهرة على الشفتين ولا على الأذنين مناطق بالك الناس ما تنتبه لهاش احنا يجونا سوفون دي كارسينوم يكونوا على الأذن إذا كاينة حبة هنايا ما براتش على الشفتين لأنه معرضة للشمس ولا في الأذن يجب استشارة طبيب الجلد ما نعرفوهاش كثير هذه تاع الأذن وتاع علاش قلنا المظلة باش نغطوا الودنين ونغطوا الرقبة باسكو المظلة لا كاسكيت ما تغطيناش الأذنين سي بوغ سا احنا نشوفوا أخصائيين في الجلد نشوفوا دي مالاد يجونا عندهم دي كارسينوم في الأذن في الأذن كاين كيفاش تظهر هذه السرطانات كيفاش نروحوا نشوفوا المختص كاين ممكن تظهر يقول لك عندي حبه تتقشر تبرا وتعاود تولي الحبه نورمالمون اذا ما براتش في سمانه 10 ايام لازم نستعشير يقول لك هذه الحبه طير القشره برات تروح وتعاود تولي طير القشره وتعاود تولي طير القشره وتعاود تولي هنايا لازم نستعشير الطبيب ممكن تكون قرحه هذاك شغل جرحه وفيها قشره ممكن تكون كاين سرطان الخلايا القاعديه لو كارسينوم بازو سيلولا يظهر كي شغل حبه عقاشه حطيناها فوق الجلد يسموها كي شغل لؤلؤه ولا تاع الشمع كي تذوب تخلي حبه ترانسبارونت هكايا فوق الجلد كاين كذلك الميلانوم اللي يظهر على شكل خانه ما كانش كاينه وظهرت جديده ولا خانه كانت كاينه ولا بقعه بنيه على الوجه راهي تكبر تتوسع تنزف تتجرح هذه لازم غير تغير الشكل تاع هذه الخانه لازم نروحوا نشوفوها لانه حنايا عندنا هكذا بروفيسور تكلمنا على هادو ماشي تمام هادو ما راهمش هادو ما راهمش يعني ما راهمش شيء اخر هكذا مثلا هذه خانه لازم يعني يعسها لانه لما نستشير المختص في الجلد راح يفحصها هذه صوره بدون هذه هي الموضوع تاعنا طبعا ممكن الو ممكن شخصوها بجهاز المنظار دوكا لا ديرموسكوبي عندنا ديرموسكوبي اللي هو جهاز يتفحص هذه الخانات ومام افيك لوب نقدروا كذلك من الاحسن بلو ديرموسكوب لو ديرموسكوب هذايا راح يقول لنا اسكو هذيك الحبه راهي سرطان لازم تتنحى ولا ما راهيش خطيره ونعسوها نخلوها لانه حنايا كي نكونوا صغار
سي نورمال نديرو خانات يظهروا لنا خانات، لكن ابتداء من سن 45 سنه 50 سنه سي با نورمال يبداو يظهروا الخانات. دونك اذا يبداو يظهروا الخانات خانه جديده ما كانش كاينه وظهرت، لازم نروح نستشير طبيب الجلد وهو يقول لي هذيك الخانه عادي ولا غير عادي، اسكو نحيها ولا لا. مهم كذلك نهضروا بزاف في سورتو في سرطان الثدي، نقولوا الفحص الذاتي. نفس الشيء بالنسبه للامراض الجلديه، نقولوا للمواطنين تفحص الجلد خاصة كل الجلد، خاصة باغيزومبل باطن القدمين بين الأصابع. إذا شفنا حاجة ما بين الأصابع كذلك طبعا بين الأصابع، لأنه عندنا دي ميلانوم، وميلانوم سرطان خطير. عندنا دي ميلانوم وكثير الانتشار شائع الميلانوم. الميلانوم هو أقل سرطانات الجلد انتشارا، الأول هو لو كارسينوم بازو سيلولير اللي يمثل 80% من سرطانات الجلد. لكن المشكل في الميلانوم أنه خطير لأنه سريع الانتشار. وعلاش؟ لأنه سرطان الجلد في الأول يبدأ في طبقات الخارجيه للجلد، نعم، ومن بعد ينتشر للطبقات العميقه. حنا الهدف تاعنا ان نشخصوه هكذا في البدايه. هذه تولاله، هذه سي اون فيغو، هذه شيء اخر. نعم، لما السرطان نشخصوه كيكون في الطبقات الخارجيه للجلد نحوه وانتهى الامر. لكن لما يتغلغل للطبقات العميقه درنا تشخيص مؤخر، وحنا الهدف تاعنا التشخيص المبكر. لان الفحص الذاتي واستشاره الطبيب بصفه منتظمه خاصه الاشخاص الاكثر عرضه للسرطانات. هكذا بروفيسور كي نشوفوها مثلا هذا يا سي ان كارسينوم بازو سيلولير ولا كارسينوم ايبيديرمويد كيراتوز اكتينيك، هادو هاد الانواع لازم نستشير طبيب الجلد، لانه حنا ما راناش سواسيه. كاين ميلانوم تحت، كاين كيراتوز اكتينيك ايبيديرمويد ولا بازو سيلولير اي ميلانوم، وهادو كي نفيقوا بهم مبكرا النتائج تكون احسن. الهدف تاعنا قلت لك نشخصوه في الطبقات الخارجيه للجلد قبل ما يتغلغل، قبل ما يتغلغل الاوعيه الدمويه. لانه كاين اشخاص اكثر عرضه لسرطان الجلد، شكون هما؟ البشره الفاتحه، لي بلون، الشعر الاحمر، اللون الفاتح تاع العينين اللي عينيهم زروقه وخضوره، اللي يخدموا برا، هادو اشخاص اكثر عرضه للسرطانات، اللي عندهم تاريخ شخصي ولا تاريخ عائلي في العائله تاعهم عندهم سرطانات جلديه. كذلك كاين المرضى اللي عندهم نقص في المناعه، وكاين اللي عندهم مثلا امراض مثلا كما هضرت مدام بن بتقى على الاكزيروديرما بيغمونتوزوم، امراض تخليهم يديروا اكثر سرطانات جلديه. هادو عوامل عوامل خطر. هذه الفئه هذه تكون عندهم نسبه اكثر باش يديروا سرطان الجلد. نعم، قبل ما نواصل معك نعاودوا كذلك نعاودوا نفكروا المشاهدين تاعنا بالعناوين تاعنا، اذا كنتوا حابين تتواصلوا معنا نعاود نذكركم، نشوفوا مع بعض ونعاودوا نرجعوا. لكل انشغالاتكم وتساؤلاتكم تواصلوا معنا عبر صفحة البرنامج برنامج إرشادات طبية التلفزيون الجزائري، نسعد دائما بخدمتكم. هذه هي العناوين تاعنا، تقدروا تتواصلوا معنا ديروا لنا الاراء تاعكم حول المواضيع اللي انا نقترحوها لكم، ولا اي موضوع حابين تشوفوه في برنامجكم ارشادات طبيه تواصلوا معنا. نقول لكم دائما انه الخدمه تاعكم تشرفنا وتفرحنا وتسعدنا. دكتوره انا نتكلموا على هذه السرطانات، زمان ما كناش نتكلموا كثير عليهم، ربما ما كانوش منتشرين كما مؤخرا اللي ولينا نتكلموا على هاد الميلانوم لي كارسينوم، ولينا نعرفوهم نسميوهم. الانتشار تاعهم نقولوا اصبح انتشار كبير في العالم وحتى في بلادنا. لكن نهضروا في بلادنا يعني في المنطقه تاعنا، باسكو حنا عندنا يعني كيما نقول لك لا مونتاليتي تاعنا كامل نعرفوها. هي لا بلوبار تاع الاشخاص يعني المسنين هما يعني كيحكم لاج اون جينيرال فوق 50 سنه لهي، تجيها هذيك الخانه تكون عجوزه ولا شيخ في الدار بصح ما يتولهاش، ما هي هو بوروي يقول لك خانه عادي خانة ما يتفق لهاش حتى ما يفيق لهاش وما يفيقوا لهاش اللي في الدار ني والو ما يفيق لها. يا دونك الحاجه ما راهيش توجعوا ولا ما راهيش تضحك ولا بوروي يقول لك ما نخلطش في روحي ما نخلطش في روحي. الحاجه الثانيه اللي راهي كاينه يعني زمان وما محتل دوكا، عندنا دوكا العقليه هذه تاع كي نحي الخانه كي نحيها حتتحول الى سرطان. هذه يعني نقطه مهمه، خاطش كانوا مرضى يجوا عندهم حنا كي نشوفوا بالمنظار ولا كي نشوفوا يعني بلا كلينيك نشوفوا مثلا نعلقوا على هذه الصوره كي نشوفوها هكذا. هذه سي يعني حنا حبينا نقولوا
اي حاجه اي تظهر عندك خانه ولا روح شوف طبيب، هي واش خاصه لما كانتش عندك. يعطيك الصحه. هي كاين حاجه نقطه من قبل قلتيها حفيظه على اللي قلتي، الخانه تتحول مع الوقت وتولي سرطان. هي اون جينيرال الميلانوم، يعني كي نهضروا على الميلانوم، كي يخرج يخرج ديجا اصلا ميلانوم، كي يتولد يتولد ديجا ان كونسير. نعم سي غار، يعني سي اكسبسيونال وين الخانات يتحولوا الى ميلانوم. وقلت لك كاين بزاف يعني يخافوا ينحيوا هذوك الخانات، دوك يجي عند طبيب تاع الجلد المختص ويشوف يقولوا لا لا هذه يعني انا نشك باللي حاجه ماشي مليحه لازم تنحى. انا نخاف طبيب نحيها، اخاطش كي نحيها حتولي لي حاجه تولي لي سرطان. كل حاجه يعني لازم نقول لهم باللي الحاجه كي تخرج راهي وبيان مالين وبيان بينين. لكن قلت لنا بروفيسور زبيري راكو تقولوا لنا في البدايه كي تكون سطحيه النتائج تكون احسن، خير ما نخلي المرض يمشي وبعدين تولي عندي صعوبه. كاين وين يولي ولا انستاد ميتاستاز حتى ولدنا كما في الميلانوم باش يمشي المرض يكون خلاص. وكاين هادو كيما قلتي العقليات، وعلاش ماشي بكري ولا دوك بكري، ما كانش هذه الثقافه تاع نروح نجوز على جال دوك، راهي يعني اكثريه يعني صافي لو ديبيستاج يكون اكثر اكثر بصح يعني الارقام نشوفوهم اكثر. مي تاع بكري ما كانوش يجوزوا، ما نحب انا ما ندير لي والو طوك ما يشتاكل ما يشتوجع ما ندير لي والو، يعني هذا هي اسمه. ونحب يعني سورتو نزيد نعاودها كي نحو حاجه من الجلد، انا نحينا حاجه نحينا مرض وتهنينا منه. صديق سافي با دير كو المرض هذا يستناني حتى نمس سنه ولا ندير لا بيوسي. انا كان معظم الناس يقول لك ما كان بيا والو خلط فيها حتى ولات لي سرطان، ماشي كي خلط فيها اللي ولات لك سرطان، هي دوكا تدخلت فيها حاجه واحده اخرى لي تروماتيزم ولا سي با بيان. مي كي يجي طبيب مختص ينحيها لك وجراح ولا طبيب تاع الجلد ولا ينحيها لك ولا يدير لك بيوبسي، سافي با دير بلي هو هذا يعني سي تري بروفيسيونيل. هذيك يعني الخانه ولا هذيك الحبه ماهيش تستنى فيها انا باش نمسها باش تولي ان كونسير، سي ديجا اصلا ان كونسير. كونت اون في ان انا بات نلقاو بلي الكونسير لا لا باسكو طبيب ولي نحاها لي اللي قال لي كونسير، يعني سي كونتراديكتوار هذه هي. مي ربما هذا كله يعكس المخاوف تاعنا من السرطان بروفيسور عمر خوجه، لانه حتى كما راكم تقولوا لنا باش نطمنوا المشاهدين انه في البدايه النتائج تكون مليحه ويقدر الانسان يبرى من هذا السرطان، لكن كلمه سرطان يعني كل الحملات اللي انا نقوم بها ورانا نديروا فيها وراكم انتم ديروا فيها، يعني الانسان يتخوف من السرطان فقط. الانسان اللي يجي يقول لك لو كان نمسها ترجع سرطان، هو في احتمال اما عمرها ما ترجع سرطان، ما ترجع سرطان، في احتمال ترجع سرطان، ولكن كي تنحيها كي تنحيها مثلا ما فيش احتمال باش تكون باش يكون في بلاصه الاخر سرطان، خاصه في البدايه يعني ها؟ العكس نتاع التخمام هكذا نتاع الناس، كي تخليها فيه احتمال، كيما كي تنحيها ما فيهاش احتمال. دونك هذاك تاع خلط فيها وما خلطش فيها ما عنده حتى معنى، فريمون ما عنده حتى معنى. حنا كي نشوفوا هكذا يا حبه لا 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 لا, لا, لا. واش يقول لك انا ما نحبش نحيها، داكور ما تحبش نحيها، واش تقول له؟ قول له راك شوف كيفاش راهي دوك تصورها، صورها اذا كان شفت تغيرت اي حاجه فيها في اللون في الاخر لا بوردور في لا فورم تاعها، اذا شوفوا عندنا صوره هكذا يعني تاع خانه بدات تتغير في اللون وفي الشكل، نعم لازم تجي عند الطبيب حال ما تستناش حالنا. وعلاش؟ باسكو الطبيب يشوفها، اذا كان عنده ديرموسكوب يشوف ديرموسكوب، اذا كان شاف بلي فيها خطر فيها الشك برك، اللي كان فيها برك الشك ينحيها ما يخليهاش حتى تولي تتطور وتولي تتعقد. دونك هذيك تاع خلط فيها وما خلطش فيها ما عندها حتى معنى. دونك تخليها تنجم ترجع لك سرطان، تنحيها ما تنجمش ترجع سرطان. نعم دونك لازم نحيو من المخ تاع الناس هذه لو كان كانت خانه بسيطه ولات سرطان. ما كانتش خانه بسيطه قليل، الخانه البسيطه لا هذا سرطان تاع الميلانوم ميم با 30% نتاع الاخر تاع لي نيفيس كي سي ترانسفورم قليل. هو دومبلي سي ديجا ميلانوم، ولكن احنا نقولوا دائما كي تشوف حبه هكذايا نورمالمون ما تتغيرش، اذا كانت تغيرت لازم تجي عند الطبيب. نقولوا في الحجم في اللون في الشكل، يعني الشكل فوالا في الشكل يعني تبدا تكبر ولا الحجم تاعها في التناظر كان تغيرت لازم تجيبها. كيما راكي تشوفي هذيك التصويره لتحت راكي تشوفي اللون تاعها ماهوش كيف كيف نيكروزي ولا واش نقولها كيف ماهوش كيف كيف ماهوش كيف كيف ماهوش كيف كيف
il y a des différences de couleur qui tu fais la symétrie معناتها كي تفوتي ان اكس هكذا وهكذا يا il y a une asymétrie ça veut dire هذا c'est déjà un mélanome كي نفيقوا به c'est le dermatologue هو اللي يفصل في الامر هو يشوفها بالك يقول لك اوب اتونسيون عندك مشكل بصح هذيك تاع خلط لازم الناس ينحوها من راسهم صعيب لأنه هذا هو الاعتقاد السائد قفز الزبيري نحاولوا نقنعوا الناس مثلا كما كي تشوفي هذو الحبات هذو هما بلاصتهم سورتو وين نشوفوهم في الوجه مثلا هنا قدام العين ولا فوق الأنف كي تكون صغيرة فيها زوج ميليمترات يقدر الجراح ينحيها عنده مساحة باش ينحيها صح ده المريض ما حبش ينحيها وتبقى واش راح يصالها بعد عامين راح تزيد تكبر ومن بعد تولي في عمرها تولي في الحجم تاعها 2 سنتيمتر 3 تخيلوا حبه تاع 2 سنتيمتر هنا قدام العين كيفاش وراه المساحه اللي الجراح راح يخدم عليها باش ينحي هذيك الحبه ما يقدرش لهذا احنا بعض الحالات نلاقوا صعوبه مع المرضى هذو باش نقنعوهم باش ينحوها في الوقت المبكر قبل ما زيد تكبر خاصة قلت لك هادو راه يظهروا يحبوا يظهروا في مساحات تاع الوجه اللي مساحات ضيقة بالنسبة للجراحة ماشي كيما ندير جراحة مثلا على الظهر ولا على البطن وين عندي مساحة تاع الجراح وين يخدم فيها لكن هنا مساحة ضيقة باش الجراح ينحيهم نعم واضح الشيء اللي تقولي لنا فيه قلتي لنا في الأنف في الأذن كنا نتكلموا كذلك على الأرجل هكذا لازم يعني كاين ميلانوم يظهر يقدر يظهر في الأماكن اللي ما تخميش فيها في منطقة غير معرضة لأشعة الشمس كاين هذا النوع تاع الميلانوم اللي نشوفوه في الجزائر بين كذلك بين الأصابع ولا باطن القدم كاين بعض الحالات يكونوا مشخصين أنهم تلالة ولا كور بلانتير يقول لك لا عندي تلالة في رجلي لا تلالة المختص هو اللي يقول لي لا تلالة ولا شيء آخر ماشي باسكو أنا ظنيت باللي تلالة ولا واحد آخر قال لي باللي تلالة نخليها تلالة ونغفل عليها لا نستشير طبيب هو يقول لي إذا تلالة لأنه كاين ميلانوم يبان على شكل تلالة والتشخيص راح يكون عن طريق الديرموسكوب ولا بيوبسي باش نقوموا بالعلاج في الوقت المناسب نعم دائما نعم الأخر المشكل نتاع الإشعة ماهيش 100% مثلا احنا نشوفوا ميلانوم تاع الجسم مغطي جسم مغطي ماهوش يعني معرض للشمس يعني لخرج الشمس دانييرمون واحد صديقي هنايا فوق الكتف تاعو كارسينوم بازو سيلولير الوغ نورمالمون يتعرض للشمس يعني ماهوش سي با اون لوا 100% دونك في اغلب الاوقات الاخر في المظاهر يعني اللي يتعرضوا للشمس ولكن نجمو نشوفوا هذو المسارطات خارج هذوك المضرب اللي على هذيك اي حاجه تظهر الانسان ما يخسر والو يشوف يعني الطبيب كما قلت سانت مومون قلت سميره عندك حبه اللي ما تبراش تداويها تنقص وبعد تعود تولي وبعد تعود تجرح وبعد تعود وتتقشر كما قلت لنا الصفات سي با نورمال رانا في حاله غير عاديه اذا كان هذيك الحبه بعد شهرين ثلاثه اربع مازالها لازم للديرماتولوج لازم الفحص لازم لا بيوبسي ولا نحيو اذا كان صغيره نحيوها كاع نحيوها ونتهناو ونعطيو الاخر المخبر تاع الاناتومي باثولوجيك باش يعطينا الاخر النتيجه نعم واضح الشيء اللي كنت تقولوا لنا فيه حبيت نتكلم كذلك على لو برونزاج اليوم كامل الناس تحب هذاك لو تان لي هذا كل برونزاج والانسان الاسمرار هذاك لكن كذلك نردوا بالنا سي لا مود سي لا مود انا جا واحد جون شافني قال لي والله حبيت ندير معك حاجه يا استاذ عندي لي زوتو برونزاج هذه يعني حاب نعلقوا عليها بروفيسور لو سمحتوا لي هذه تشوفوا غير هذه في الصيف هذه كارثه هذه هي الكارثه والله حبيت شكرا للزملاء شكرا للقمان وفتحه لانه هذه الصوره تبان يقول لك راني نتقشر راني نبدل في اللون لكن نقول لكم وانا في كل مره نحب هذه الصوره ردوا بالكم هذا يا كابيتال سولي تاعو زيرو زيرو خلاص ما عندوش الكابيتال سولاي كلا كاع مات راني نوصيكم يا شبابنا لا كنت تفرجوا فينا العائلات ما تخليوش ابنائكم وهادو خاصه الشباب هما اللي يحبوا هذا البرونزاج ويحبوا يعرض نفسهم الصباح لليل معليش ينجم يبرونزي بصح بالحق تدريجيا هو يحب يبرونزي في النهار ما ينجمش يتحرق ماتي ودوك راهم يديروا لي زوتو برونزون
كاين دركا يعرفوش يستعملوهم بروفيسور مرقوجه سي دي برودوي هكذا يديروهم دخلوا في الجزائر كاينين يديروا فيهم باش يكون عندك اللون كما قلت اللون شباب و سي اوموجين البروفيسور يبان هكذا لا بوساتيني ولكن ما على بالناش واش كاين من تحت لازم نفهموا ديجا افيك لي زيكرون عندنا مشكل وعلاش عندنا مشكل باسكو الاخر المادات اللي يستعملوهم في هذا الاخر لي زيكرون ما على بالناش كان يدخلوا في الدم ولا ما يدخلوش وي ودرك لا تكنولوجيا اكتيلمون سي لي نانو بارتيكول هذو لي نانو بارتيكول سي 10 بويسونس موان 9 وي راكي تشوفي دوك دي سي سور يدخلوا في الاخر في الجلد سي سور يدخلوا في الدم هل ترى كاين ولا ما كانش ما ناش عارفين مازال ما على بالي كان كثير يقول لك هاد لي زيكرون كاين مخاوف منهم يقول لك ربما هما اللي يتسببوا في السرطانات يعني لا لا باي بروف ما كاش ما كاش هذه 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 نطمنوا بها اون بارتيكولي الاخر في البلدان وين لو فوتوتيبي سي 1 اي 2 سي لوسترالي لوسترالي عندهم لا colonisé par les pays du nord oui. De l'Europe, gars les blancs les rouges راحوا لعندهم عندهم يعني عندهم comment dirais-je la population locale oui. Elle est de phototype 4 5 6 mais la population اللي راحت استعبرت استراليا 1 2 3 oui le phototype تاعهم 1 2 3 معناتها les aborigènes لا les aborigènes عندهم 4 5 6 دونك محميين على السبش مولفين بالسبش والاخرين اللي راحوا لتما ماهمش مولفين بالسبش وهذوك هما اللي مرضوا هذوك هما اللي مرضوا السرطان هذوما زملائي هنا يقولوا لي السؤال هو يجيب كثرة الناس كانت عفوا الناس كانت تبرونزي بزيت الزيتون زيت الزيتون كيفاش راهو يتقلى يعني بلا ما نعطيكم الكلمة ليكم على واجبكم وزاد قال لي القارس هذا ماشي راهو يتقلى راهو يتقشى راهو مانيش عارفة قبل ما نعطيهم الكلمة هذا زيت الزيتون والشمس يعني راك تتقلى بروفيسور سي دو لا فريتور هذا ما قول يان ما شاف لا واجب لكم ولا لا قول يان يعني الانسان دكتور بريك هي شوفي كاين نقطه مهمه ثاني كاين هذه تاع زيت الزيتون يعني باش اللون وباش تحمي البشره وزيت الزيتون مليحه هي هذه ما قلناش ماشي ما قلناش تحت الشمس مليحه بصح ماشي في الشلاضه قلت لك كاين دابا تعقيب على البروفيسور عمر خوجه بارابور الناس اللي كيما قال حبوا يبرونزيو في النهار وي احنا نعرفوا بلي عام طول احنا رانا كيما قلتي في المكاتب ورانا نخدموا رانا يعني محميين غادي مخبيين من الشمس كي يلحق الصيف ياخذ الكونجي تاعو لو 1 جويي الحاجه الاولى اللي يدي ولاد ولا يروحوا للبحر لابو تاعو ما تخلع كي تشوف هذيك الشمس الكميه تاع الشمس هذيك في 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 الدقيقه هذيك ويروح يديو لازم هذاك اليوم اللي نروح فيه نجي باين بلي رحت للبحر ولازم تشوفوني كاع شافوني بلي رحت للبحر رحت للبحر نجو حميمريني توسا دونك لابو انا با لو طون دو سادابتي تبدا توجد روحها هي لازم يكون بالتدريج نهار الاول كذا نهار ثاني كذا يعني لابو كيما قالت مقبل استاذه زبيري لازم لابو الخليه تاع الاديان هذاك يزيد يعاود يتركب العقل يتفكك ويتركب يتفكك ويتركب نخلو لها الوقت نخلو لها الوقت نعم وهذا ما زال ما تكلمناش على الحروق يعني الموضوع تاع اللي ممكن يعطونا ساعتين ولا ثلاثه ما يكملوش واش رايكم عندنا مجموعه من النصائح قامت باعدادهم زميلتنا النشيطه ياسمين حراريه نشوفوهم مع بعض ونعاودوا نرجعوا
شتي بروفيسور زبيري ما نسيناش الاذنين ركزت لنا عليهم زميلتنا On a oublié une chose, oui. c'est les lunettes. Les lunettes, oui, oui, oui. 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 Voilà, parce que le chemin se trisse la haine. Oui, و دير لهم مشاكل كبار مع الوقت مع الوقت كاين اللي يديروا هذو النظريات يو في بروتيكت نورمالمون يحميو مليح كيما يحميو الجلد تاعهم نبقى معاك هكذا نديروا تور دو طاب ما بقناش وقت كبير واش هي اهم النصائح النظارات الشمسيه تكون نوعيه ما نشريش بروتيكت يو في بروتيكت وي بروتيكت يو في بروتيكت سي اوبليغاتوار برك نعم دونك لي كريم لازم يفو كيل برين اون كونت La lumière visible. Oui. Mais c'est UVA, UVB. Mm-hmm. UVA, UVB, lumière visible. Mm-hmm. La lumière visible, c'est la hassasia. C'est la hassasia où qui t'amène à la lumière visible, la pigmentation qui m'a dans le mélasma tonkos des doigts, plus la protection de la lumière visible, ça casse les cadeaux que les pigmentations. Non. Tel ou tel. Mdallah, professeur. Ah, t'as d'ailleurs t'inquiète pas. Alors Mdallah, ferme la casquette qui m'a coûté le nez. Ou les bestes dans le cotonni. Ou l'ibtiad, يعني من العشرة للربعة. Les deux تحت عامين لازم vraiment تكون حذر معهم بزاف. حذر. نعم. ما تقولش باراسول، ما تقولش ليكراني محمي أبداً. بروفيسور مستحضرات تاع واقي الشمس نشروها عند الصيدلي ما نشروهاش من اي باش نعرفوا المكونات تاعها مستحضرات واقي الشمس نقراو المكونات تاعها نعرفوا كيفاش نخيروها على حسب النوع البشره وعلى حسب المواد المكونه لها مستحضرات الواقيه للشمس ما نديروهاش الاطفال صغار بزاف لانه نحطوا مواد كيميائيه على البشره تاعهم وكاين مستحضرات خاصه بالنساء الحوامل نعم يعطيك الصحه على جال الهرمونات وعلى جال تفضلي اشعه الشمس ماشي غير الا رحنا البحر اشعه الشمس كل يوم وعلى مدار العام مام في الجبل يعني باسكو لون سوليمون يكون بزاف شفتو في الجبل سورتو في الجبل ومام في الثلج وين كاين الثلج طبعا الثلج يعني انعكاس تاع اشعه الشمس يعني على على البشره مباشره يعني هادو الشمس راهي حاضره يعني حنا سطو حنا هنا في الجزائر راهي حاضره نقولي 12 شهر على 12 شهر دوكا هذه هي يعني بلادنا بلد مشمس والحمد لله لكن نعاود نقول لكم ونذكركم قلنا شفنا انه الشمس رائعه عندها منافع كثيره منافع فيها فائده كثيره لينا عفوا لكن لازم نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع هذه الشمس نتمنى انكم استفدتوا من كل النصايح اللي قدمناها لكم علقوا ديروا لنا اراكم تفضل بروفيسور سي بور الناس اللي يحبوا لا فيتامين دي وي يقول لك كيفاش وسميشه مليحه لا فيتامين دي اوكي الور عندهم 20 دقيقه في النهار يحطوا رجليهم برك في الشمس عندهم لا فيتامين دي لانه وبعدين ربما نديروا موضوع على لا فيتامين دي الناس كلها تشكي يقول لك كيف بلاد الشمس وعندنا نقص كبير في هذا لا فيتامين دي ربما نديروا موضوع مع بعض حول هذا لانه انشغال كبير يقول لك كيف بلاد الشمس وكامل يعني اللي تروحي نديروا يعني التحاليل نصبوا احنا ناقصين من لا فيتامين دي انا شخصيا فرحت كثير بحضوركم ان شاء الله نزيد نتلاقاو في فرص اخرى في مواضيع اللي تهم دائما الصحة تاعنا صحة البشرة تاعنا ألقاكم في فرص أخرى بحول الله شكرا شكرا لكل النصائح اللي قدمتها لنا شكرا لكل الزبلاء ألقاكم بصحة وبعافية الأسبوع القادم بحول الله وإلى اللقاء